رأي حضرتك في النظام التعليمي الجديد؟ احنا دلوقتي ماشيين على النظام على طول مستمر الفترة، ما ينفعش نيجي مرة واحدة ونقلبه، دي حاجة. تاني حاجة الناس اللي معهاش فلوس تدخل خاص هت ايه بتدخل تجريبي، فدلوقتي ما فيش تجريبي هيعملوا ايه؟ اجيبه منين يدخله خاص؟ انت لو تحفظ لي الهويه المصريه النهارده في مقابل انت ما تعلمنيش لغه تانية، ده احسن عندي انت تعلمني لغه تانية وتطمس هويتي. هيعربوا المدارس التجريبيه وبعد كده هيسيبوا الخاص. طب ليه ما عربوش الخاص معاه بما ان مثلا ان ده غلط مثلا على اللغه العربيه عند الطلبه عندنا؟ في فئه من الشعب مش هتقدر توصل لمدارس دوليه او مدارس خاصه، وبالتالي احنا هنؤدي الى حرمانهم من هذه المواد. المدارس الخاصه هتعلي الاسعار بتاعتها، يعني انا دلوقتي مثلا في مدرسه ب 11000، بدل ال 11000 ده هتخليها ب 15000، طب انا هجيب منين؟ انت ما بتحليش باب ان انا اودي ابني حتى مدرسه كويسه او مدرسه وحشه، انت بتخليني خلاص انا مش قدامي امر واقع غير ان انا ادفع. الطلاب هتطلع مش هتبقى فاهمه الانجليش، ولما تطلع اعدادي مش هتحب الانجليش زي ما هتبقى متاسسه فيه من كيجي لحد سته ابتدائي. انا بخش الكليه كل دراستي كلها انجليش، فمثلا انا لو مش كويس قوي في الانجليش او مش واخده كورس او حاجه زي كده ببقى مش عارفه اذاكر حتى المواد بتاعتي لانها كلها حتى بتبقى كتب من بره. اما واحد في مدرسه حكومه متعود على كل حاجه بالعربي فجاه يجي يبقى كله لغات مش هيعرف. راي حضرتك في نظام الثانويه العامه الجديد؟ اسلوب الامتحانات هيبقى كويس، بس حته ان هو مش موحد على مستوى الجمهوريه فده ممكن يسبب مشاكل، يعني سواء تسريب الامتحان او ان صعوبه الامتحان في مكان وسهولته في مكان تاني. ممكن يبقى فيه غش وكده على التابلتس، يعني لو واحد دور على اي راجل بتاع سوفت وير مثلا ممكن يقول له حط لي برامج على ده، برامج دي يبقى فيها المناهج بتاعته بس يكون مختفيه عن المعلم هو بس اللي يشوفها. كله هينجح، طب ازاي؟ المفروض ان هو مثلا يعملوا امتحان اللي فيه نجوح وسقوط عشان يعرفوا مين اللي بيذاكر ومين اللي ما بيذاكرش. الثانويه العامه بتتضاف اولى وثانيه وثالثه، ضغط على اولياء الامور وضغط على الطالب. انت بتحمل المواطن فوق طاقته. ليه؟ انت دلوقتي بدل ما بقيت تصرف على سنه واحده كده بتصرف على ثلاث سنين. ولي الامر يفضل يصرف وهو مش عارف ان ابنه مثلا هيجيب الرقم ده في السنه الاخيره، مش عارف ان ابنه ممكن يخش الكليه اللي هو عايزها. المستشارين اللي قاعدين عند الوزير بيعملوا النظام ده بيقيسوا الحاجات دي على المدن، تعالوا شوفوا القرى والارياف عامله ايه بتعاني. لو الوزير ده اتغير بكره الصبح هتلاقي النظام اتغير بكره الصبح.